أعرب مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز الضبط الأمني في طريق أبو حدرية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأكد المجلس وقوفه صفا واحدا وتضامنه مع المملكة ودعم خططها وبرامجها في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف وتجفيف منابع الإرهاب الذي أصبح يهدد جميع دول العالم. كما يؤكد مجلس الشورى أن كل الأعمال الإرهابية ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة لن تقف أمام مضي السعودية في تنفيذ استراتيجياتها التنموية والشاملة والتي تنعكس إيجابا على جميع دول المنطقة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعم الأمن والاستقرار.